هاليلويا. اليوم في النصير جبريل كلم البتول الطاهرة عليها سلم. فيك ابن الله يجعل سكنه منك يظهر، الابن الأطهر يطوبك الخلق يا أم الله. والعلو والعمق كل الأفواه، هاليلويا نشدوه الشكر. هاليلويا مريم أخبرينا ما قال جبريل عندما بشرك بعمانوئيل. قالت مريم أعطاني السلام، نلت السلام، أعطيت السلام. السلام في الأرض اليوم مزروع، يشدو العلو والعمق ربي يسوع. هاليلويا نشدوه الشكر. ملكوش مايون حاصولا خلدا احطينا الوهن قابل قربون خن اطرحام علينا باصلو. مساء الخير اخوتي بيدسنا اليوم يلي هو الدس المرافقه. نذكر المرحومة هيفا ملحم أبو عبد الله نصر الله. طبعاً نحن عم نقدس سوا أحد بشارة أمنا مريم العذراء بهالنعم يلي قالتها وبهاللا يلي ممكن الإنسان يقولها. أكيد هالولاء للرب فاض عليها نعم، ونحن كمان وسط ظروفنا يلي عم نعيشها بدنا نعرف نتأقلم ونغير مثل ما بيريد الرب حتى نعمل مشيئته، ونعرف هالنعم تفيد علينا نعم. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ابن الآب السماوي يا من حسن في عينيك أن تكون ابن مريم البتول. فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشرا حاملا سلام الآب إلى المباركة بين النساء. أعدنا لاستقبال ميلادك المجيد بالفرح والابتهاج، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام. برخمو ربون لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصر جبرائيل مبشرا، وإلى الإبن الذي حل في مريم فصار هو البشرى، وإلى الروح الذي قدس البتول وتمم السر العجيب. برخمو صالح الذي له المجد والإكرام في هذا اليوم المبارك وفي كل أيام
المجد لك أيها السامي، من شئت أن تسكن مع بني البشر، أنت القوة التي حلت في البتول الطاهرة، فظهرت منها إلها متجسدا. لذلك نهتف اليوم قائلين: طوبى لك يا مريم، لأن ابن الله اختارك له أما. طوبى لك لأنك عتقت آدم أباك. طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفخر الأجيال. والآن نسألك يا كلمة الله على عطر هذا البخور، امنحنا برحمتك غفران الذنوب ومواهب الروح. هب الرعايا أمانا، والأديار سلاما، والكهنة وقارا، والشمامسة نقاء، والشيوخ جلالا، وامنح الوالدين كرما، والشبان عفة، والأطفال تربية. قدس الرهبان والراهبات، انشر الحق والمحبة في كل الأقطار، أرح الموت في ملكوتك الأبدي. برخ مربون، نرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. نهديك السلام يا أم الله، القوي الجبار الذي أوعى بالسماء والأرض عزا واقتدار. نهديك السلام يا من أضحت أم المختار قبل كون الشمس، وهي بتول فخر الأبكار. نهديك السلام يا أم الإبن وابنات الأب الرب القديم، الذي قد جبل آدم من تراب. نهديك السلام يا من ولد رب الأرباب، الذي صور حول آدم ليشكر الوهاب. سعديك مريم يا من صارت أم القدوس، الذي قد حبى سلالة لاوي قداسة سعديك يا من حل في حشاك بطهر محسوس، وحيد الأزل وشعاع الآب الضياء المألوس. افرحي يا من من ثدييك غذوت الخالق حليبا كافيا، وهو الكافي جميع الخلائق. يا من حملت على ذراعيك بحب فائق، من تزيحه قوات العلا فوق المشارق. للبتول مريم يعطي الطوبى جميع القبائل، لأن المولود منها قد محى سكر ذاهل. ونحن الضعفاء نقدم لديها خير الوسائل، قائلنا اشفعي يا مجيبة كل راج وسائل.
تضرعي إلى الذي من نقاوتك كصبح قد أضى ليرحم جمعا لتكريم ذكرك وفى وارتضى ويقبل منا بتوسطك قربان الرضا عن أنفسنا ما دام البقاء وفي يوم القضاء. نمجدك يا من أشرق منها وبدا الغيوم بطبعه مدى ومشيئتيه وحيد الأقنوم لك ولوالدك وللروح القدس شكر محتم ثلاثة أقانيم إله واحد ليس بمقسوم. نهدك مجدا يا أيها الآب والابن الوحيد والروح القدس لنعطى رحمة في الدهر الجديد. أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة، أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة، ابتهلي معنا إلى وحيدك ليقبل بخورنا ويفيد علينا في ذكر بشارتك نعمه السماوية، فنشكره وأباه وروحه القدوس إلى الأبد. آمين. قديشة تلوه قديشة حيلتون قديشة لميوتو اترحم علي. قديشة تلوه قديشة حيلتون قديشة لميوتو اترحم علي. قديشة تلوه قديشة حيلتون قديشة لميوتو اترحم علي. فنسبحك تسبيحا عظيما ونصغي الى قدومك المقدس لك في بشراك الوديعه يا كلمه الاب فاضت افراح البيعه سر جمع الاحباب. أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب. قد أجابته البكر إني أمات الرب مني لله الشكر إنني طوع الحب. قراءة من سفر سموئيل الثاني. وبارك يا سيد. قال الرب لناتان: فقل الآن لعبد داود هكذا يقول رب القوات: إني أخذتك من المرعى من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، كنت معك حيثما سرت وقربت جميع أعدائك من أمامك، سأقيم لك اسما عظيما كأسماء العظماء الذين في الأرض، وأجعل مكانا لشعب إسرائيل وأغرسه فيستقر في مكانه ولا يضطرب من بعضه، ولا يعود بنو الإثم يذلونه كما كان من قبله، وقد أخبرك الرب أنه سيقيم لك بيتا
وإذا تمت أيامك واضطجعت مع أبائك أقيم من يخلفك من نسلك الذي يخرج من صلبك، وأنا أثبت عرش ملكه للأبد، وأنا أكون له أباً وهو يكون لي ابناً، وإذا أثم أؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني البشر، وأما رحمتي فلا تنزع عنه كما نزعتها عن شاول الذي أبعدته من أمام وجهك، بل يكون بيتك وملكك ثابتين للأبد أمام وجهك، وعرشك يكون راسخاً للأبد. فكلم ناتان داود بهذا الكلام كله وهذه الرؤيا كلها. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. وبارك يا سيد. يا إخوتي، كبشر أقول إن الوصية وإن كانت من إنسان إذا أقرت لا أحد يبطلها أو يزيد عليها، فالوعود قيلت لإبراهيم ولنسله وما قيلت لأنساله، كأنه لكثيرين بل ولنسلك، كأنه لواحد وهو المسيح. فأقول هذا، إن وصية سبق الله فأقرها لا تلغيها شريعة جاءت بعد 430 سنة فتبطل الوعد، وإذ كان الميراث من الشريعة فهو لم يعد من الوعد، والحال أن الله بوعد أنعم بالميراث على إبراهيم. إذن فلماذا الشريعة؟ إنها أضيفت بسبب المعاصي حتى مجيء النسل الذي جعل الوعد له، وقد أعلنها ملائكة على يد وسيط هو موسى، غير أن الواحد لا وسيط له والله واحد. إذن فهل تكون الشريعة ضد وعود الله؟ حاشا، فلو أعطيت شريعة قادرة أن تحيي لكان التبرير حقا بالشريعة، ولكن الكتاب حبس الكل تحت الخطيئة لكيما بإيمان يسوع المسيح يعطى الوعد للذين يؤمنون. والتسبيح لله دائما. هللويا. السلام عليك يا مملوءة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. قال لوقا البشير: في الشهر السادس بعد بشارة زكريا أرسل الملاك جبرائيل من عند الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. ولما دخل الملاك إليها قال: السلام عليك يا مملوءة النعمة، الرب معك. فاضطربت مريم لكلامه وأخذت تفكر ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وأنت تحملين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع،
وهو يكون عظيماً وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وهن إليصابات نسيبتك قد حملت هي أيضاً بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي تدعى عاقراً، لأنه ليس على الله أمر مستحيل. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف من عندها الملاك حقاً والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. تفضل. قالت مريم: أنا أمة الرب. بين نعم مريم ولائها ولاء ونعم، سألت مريم الملاك: كيف ممكن يكون هالشيء؟ وهيدي مناسبة لألنا حتى نتأمل بيلي هي مثال لألنا أجمعين، نتعرف على شخصيتها وطريقة عيشها وتفاعلها مع بشارة الملاك، لأنه كان فيها تقول نعم وكان فيها تقول لا، ولكن كان عندها ولاء للسيد يلي بتصلي له كل يوم وبتعبده، وهالشي خلى يفيض عليها نعم. سألت كيف لتعرف تتكيف مع الرسالة الجديدة، هي اللي كان عندها مشروع الخاص، وهيك صدق سؤالها دليل ثقة بيلي تعبدت له. وكأنه مثل بيقول بولس: ما أعده الله لمحبيه أكبر مما تراه عين أو تسمع به أذن. أخوتي، انطلاقاً من واقعنا يلي عم نعيشه، هالواقع المأزوم، بيجي حدث البشارة ليحمل لنا الرجع وليدعينا لنصغي للروح. بيقول بسفر الرؤيا: لنصغي إلى ما يقوله الروح للكنائس. قدام هالواقع يلي المعالم بطلت واضحة فيه، كيف لألنا نحن المؤمنين نعرف ندبر أمورنا؟ نعم مريم تعطينا نموذج لحياتنا حتى نعرف كيف نتقدس بواقعنا يلي منه مفهوم، لأن النعمة يلي تنعطى لنا، النعمة الحالية أو النعمة الآنية، تنتظر نعم كل واحد منا حتى نغير مسارنا ونمشي على مثال يلي بيقترحه علينا الله من مواقف وسلوكيات منا بالحسبان. وهيك بيصير المؤمن مميز، فريد، خلاق، لأن روح الله هو يلي عم يحكي فيه. مثل ما قلنا: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. نعم أخوتي، نكتشف نعم مريم من خلال الأحداث يلي كتبها الإنجيليين الأربعة. هي الممتلئة من الروح، ولكن بتضج بالحياة وبالمواقف. بيقول لها: الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك. بيحكينا البابا فرانسيس عن شخصية مريم يلي إذا تأملتوا فيها بنشوفها هون هيك، أوقات بنشوفها طاعجة رقبتها. بيقول البابا فرانسيس، إذا قرينا بكل المقاطع بالإنجيل وقت اللي بينحكى عن مريم، بنشوف في مواقف أخذتها، إن كان دغري بعد البشارة راحت لزيارة إليصابات، أو وقت يلي راحت لتولد
الإله، أو وقت يلي هربت مع يوسف لمصر، أو وقت يلي راحوا على الحج على أورشليم هي ويوسف وضيعوا يسوع، أو حتى بعرس قانا، أو مثل ما قلنا الإنجيل مريم واقفة تحت الصليب، كلهم هودي بدلونا على شخصية خلت روح الله يشتغل فيها وغيرت مسار حياتها. بدل ما تروح كانت لبناء عائلة خاصة، الله طلب منها تكون أم الإله، وراحت بهذا المسار وهذا الواقع الجديد وكل المتغيرات يلي كانت موجودة فيه. منشوف مريم كيف كانت عم تتصرف، بيقلنا إذا تأملنا بغلاطيا الفصل 5 منشوف ثمار الروح، الفرح، السلام، الشجاعة، الصبر، كل هالثمار يلي وجدت مريم. الملاك قال لها يا ممتلئة نعمة الروح القدس يحل عليك. عاشت مريم هالثمار، هي اللي قالت نعم وامتلأت نعم. لهيك نعم مريم بتدل على حالة فرح، هي اللي بتلاقي الحل الواقع لجميع الصعوبات، هي المؤمنة الطيعة لعمل الروح، الممتلئة من الروح بصلاتها بنشاطاتها وبكل لحظة عمل بحياتها في لقاء مع الرب، عم تصغي لإله وعم تصغي لإله من خلال الآخرين. ومهما كان الحدث مفاجئ لإلها بهالأنجيل مثل ما ذكرت بكل هالأحداث، كانت مريم تلاقي مناسبة، تاخدها مناسبة لتشوف كيف بتمجد الرب وتخدم الآخرين. من هون أخوتي بشارة إمنا مريم العذراء والنعم يلي قالتها هي بشرة، بشرة مش بس للأجيال بالماضي ولا للأجيال الحاضرة، إنما للمستقبل، حتى كل واحد منا بالواقع الحياتي يلي عم يعيشه مطلوب منه ينفتح على عمل الروح القدس حتى يحمل يسوع النور الحقيقي تينور حياته ويكون نور محل ما هو. وهذا الواقع يلي أوقات بنقول ما عم نعرف شو بدنا نعمل، الروح القدس يلي ألهم مريم، يلي جاوبت معه مريم وما قالت له لا، بيطلب منا ذات الشيء نعرف نقول له نعم وما نقول لا، حتى يكون عندنا هيدا الولاء لإله، لالله وحده أولا، حتى النعم تفيد علينا. نعم يا رب، نحن اليوم بقداس المرافقة للمرحومة هيفا، نحن يلي عم نذكر كل مرة عزيز على قلبنا ولكن عرف بحياته يكون قدوة، يكون قدوة قدام عائلته ومحبينه، وعرف يجرب يصغي لعمل روحك القدوس، وعرف يتأقلم مع الواقع يلي بينطرح عليه حتى يمجد اسمك. نحن بدورنا يا رب بهالأيام الصعبة نطلب منك تمنح كل قساة القلوب، كل غلاظ الرقاب، حتى نحن كمان بدورنا وياهم نكون عم نصغي جميعا لعمل روحك القدوس على مثال إمنا مريم، حتى الخلاص يعم نفوسنا والعالم. إلك المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. نجدد إيماننا ونقول نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس على يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم
ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. دحل تخمر يدبر وبزاد قوت خالفين قالوهن قابل قربون ونترحم علين باصلو خبز المحيي الآتي من حضن الآب قوتا للعالم قابلان، حضن العذراء الأم الناقي العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة، صرت فوق المذباح قوتا للبيعة هاليلويا وخبز حياة. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس، أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوبوية والدة الله مريم سيدة المعونات، ومار يوسف ومار مارون ومار شربل، والقديسة رفقة والقديس نعمت الله، والشهداء الطوبويين المسابكيين والطوباوي الأب يعقوب الكبوشي والأخ إصطفين نعم. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، ونخص بالذكر المرحوم هيفا ملحم أبو عبد الله نصر الله. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. صلاتك معنا يا أطهر العباد، كوني عوننا حسب المعتاد، هو ذا حالنا للتلف أشرف، ارحمينا يا بارئة من الفساد. نافور مار بطرس هامة الرسل. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. سلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي خدام الروح القدوس.
يعطي كل واحد منا السلام قريبه بمحبة وبأمانة ترضي الله. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متائبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في العلا في العلا هوشعنا في العلا. إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيومه هودق ضمحة شهدي لمعبد حيه، نساب اللحم بداو قديشه تو، وبارخ وقادش وقصويا بالتلمذة وكادوما، ساب أخول منه كل خول هونو دني تاو فغرو احلف يكون واحلف ساقيه ما تقسي وما تهاب حصويد حوبه والحايه ده العالم علمي. آمين. وخانوا الكوس ودمزغوا من حمرو من ما يبارخ قادش، ويا بالتلمدا وكادوما سابشتا ومنه كل خول هونو دنيتا دمو الديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية ما تشد وما تهب
وصيد حوبي والحاية دلعولم علمي. وبهذا أوصاهم وحدهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا واعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. مرهبا ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيرياليسون، كيرياليسون، كيرياليسون. يجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بولس مطراننا وأبينا مارجي، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. يا رب ارحم. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم وأن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعبدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب. يا رب ارحم. بآمن أنه بعد الموت في قيامة، وبعرف أنك بمحل أجمل ما في وجع ولا حزن، بس رح نشتاق لك ورح نحن لأيام اللي كنت فيها معنا. تيتا رح نضل نتذكرك بقلوبنا كلنا، ورح ننساك وما رح ننساك لحتى نلتقي. من جمعة عرجاء القيامة ودعناك وعلى أمل نلتقى فيك بالسماء. اذكرنا يا رب متى أتينا في ملكوتك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نذكر يا رب كل موتنا، كل أهلنا
وأحبائنا يلي فقدناهم بهالعالم وسبقونا ليوقفوا قدامك، خصوصا تيتا هيفا، واغفر لهم يا رب وارحمهم وببيتك اسكنهم، واعطينا الوعي حتى نتحضر لنوقف قدامك بلا خجل. نسألك يا رب. يا رب ارحم. يا رب بارك تيتا هيفا، وحبه كتير، احضن اتذكرها وفكر فيها بقلبي على طول. نسألك يا رب. يا رب ارحم. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أمين. أمنا نقربنا نحبنا نقوسنا الأوكارستية ودي لحم شمايون نقوس وتفرقون والتودي ترش منا نبغور تنحس أبوت قشطوه برخد بحود راعي لخلونه قابل دحلو فيمي وتحاسب ايه وقربونه سد من ايدي وطراني ولوتي خرلي طوه تسعري قدوم ربوطه حيوتوخ بميتوتان وميتوتان بحيوتوخ شخال ديلان بتلان ديلوخ الحي والفرقون ودنفشوتان لوخ شبحو العلمين. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. ندرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي يا قائلين: الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إليه، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأنك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي من يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، ضارعين إليك
واهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله تهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، يكون تناولنا لمغفرة خطايانا. لك المجد الأبد. تخلص مشواره، توصل وتلاقي الله طفل صغير بمغاره. يا هالوعد من الله من جيل الجيل زهر بالإنجيل، عالم ناطر من أجيال، ناطر موعود بالله. يلا يا هالوعد انزال وغير هالدنيا كلها، يا هالوعد من الله من جيل الجيل زهر بالإنجيل. من أحلى صبايا الناس نور التقوى مضوين، الله لابس جسم الناس نيال الإنساني. يا طفل الأطفال انزال وضوي على العالم كله. يا هالوعد من الله من جيل الجيل زهر بالإنجيل. حل هالدنيا حلا تخلص مشواره، توصل وتلاقي الله
طفل صغير بمغارة. يا الوعد من الله من جيل الجيل زهر وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي، سقيتنا يا محب البشر، ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون، يا رحوم، يا محب البشر، ارحمنا. جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب وفي ديار بيت إلهنا، ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب إلهنا. فليباركنا الرب من صهيون جبل قدس صانع السماء والأرض. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. نصلي مع بعضنا صلاة السينودوس. أيها الروح القدس، ها نحن ماثلون أمامك، مجتمعون باسمك، أنت مرشدنا الأوحد، تعال إلينا، أمكث معنا، تلطف واسكن في قلوبنا، دلنا صوب أي هدف نتوجه، وأظهر لنا كيف ينبغي أن نسير معا. نحن الضعفاء والخطأ، فلا تسمح بأن نثير الفوضى، امنع الجهل من أن يقودنا في طريق الخطأ، والانحياز من أن يؤثر في أفعالنا، فلنجد فيك وحدتنا غير مبتعدين عن طريق الحق والعدل في سيرنا معا نحو الحياة الأبدية. هذا ما نسأله، أنت الحاضر في كل مكان وزمن، في شركة الآب والابن إلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. ومع روحك. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ، وكملهم بفيض بركاتك، فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد، آمين. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، له المجد إلى الأبد، آمين. عليك السلام بلا ملل.
يا نجمة البحر والأمل، يا والدة ربي الأزل، وهي بتول لم تزل بحق السلام الذي تلا جبريل من قبل الإله، عيد سلاما فقدنا بما قد فعلنا من الزلل. أنت الغنية في النعم، ونحن بنوك في عدم، فرق لنا عند الندم، فمن جاءك نال الأمل. عليك السلام بلا ملل، يا نجمة البحر والأمل، يا والدة ربي الأزل، وهي بتول لم تزل